في النهار 12 ساعة 10 ساعات، قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي تكسب فيها قوة يومك، لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات. فما في لأي إنسان عذر أن يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة. هذه واحدة. ثاني واحدة، ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت. إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط راسك وبتنام. إذا فعلت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر، تصليها ساعة 6 ساعة 7 بعد طلوع الشمس. لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى التي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات، بهذه الساعات منين بدي أعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها.